ولا عزو روح ادرس احسن من تقعد بترقص هيك، ولا بدك تسقط كمان سنة؟ بابا مشان الله تركني بحالي، والله مليت من الدراسة. ترفع صوتك على ابوك ولك؟ انا اللي ربيتك سنين ولا؟ تعال يا معزو شوفي ابنك، خلص صار معه داء قلة الأدب، بده ترباي. ولا يهمك، علاج عندي. ولا يلا اطلع عزو، يلا خلصنا. شو عم تعمل جوا؟ شو عم بعمل بالحمام؟ يعني واحد بالحمام شو عم بيعمل؟ عم بصيد عصافير، هياها عصفورة وقعت. طلع لك عصفور يا ماما. ولا عزو بتعلي صوتك علي وبتتمسخر علي كمان؟ ماشي هلا بفرجيك. لا لا ماما اسف والله، بعد ما بعيدة خلص. توبي توبي كيف. ماما والله سامحيني، والله بعد ما بعملها. خلص اطلع ولا اطلع، خلص عشانك اعتذرت هالمرة. لا اله الا الله، بنفسي يا عزو بنفسي صارت انه يجي ياكل ويقيم الاكل وراه، صارت نفسي. استغفر الله رب العالمين، بعدين حسابك هلا. خسرت ظهري. شوف شوفي على الفيسبوك. والله حلوه هاي، عباره حلوه بصراحه. ها هاي لايك. يا سلام، شو بدكم عيشوا بهالنعمه عاد. هاي 5 لايك عندي. اوف صاحبتي ما عندهاش 5 لايك، انا عندي 5 لايك، هي انت 3 لايك. يا سلام، دليل على انه انا احلى. خليني اشوف على انستغرام شو فيه. ها والله حلو هاي الصورة، ها هاي دوبلتر. يا سلام، شوف هاي حاطت لي صور من طبيخها، مفكرة يعني انه هي احسن مني بالطبخ. تعرفش انه معزه هي الاحسن، ما فيش احسن منها وما فيش لايك. يلا خلاص عيوني راحت. ليش يا عزو مغلب ماما؟ مش ضايل غيرك يا فاصوني تعطيني اوامر؟ طب تعال تعال. شو بدك؟ ما انت مكتبك مطبخ وليه؟
اوعك اوعك تمد ايدك عليها. هاي الفاسون اللي بتحكي عنها فاهمة اكثر منك انه لازم تضب المطبخ وراك. لك يا ريتني مخلفة بقرة وانا مخلفتك، على الاقل البقرة نحلبها وناخذ حليبها. خلصت المحاضرة اليومية تبعتك؟ هلا خلصت.